المنتخب السعودي اليوم يعني لعب مباراة الودية الأولى في معسكره الحالي الذي يقيمه في أيام فيفا في مباراة انتهت سلبية، هي ودية كانت بينه وبين نظيره السلوفيني، وهي على ملعب مدينة زايد الرياضية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، كانت أقيمت وضمن معسكر إعدادي لمنتخب لتصفية الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018. الهولندي مارفك دخل الشوط الأول بتشكيلة مكونة من ياسر مسيريم وعمر هوساوي والفتيل وكادش والشهراني والفرج والخيبري والجاسم والشهري والعابد والسهلاوي. الشوط الثاني من المباراة أجرى فيه تغييرين، عند الدقيقة 58 خرج السهلاوي والخيبري ودخل ناصر الشمراني وعبد الرحمن الدوسري، وعند 74 أضاف حسين مقهوي وعبد المجيد الرويلي، وأيضا وخرج سلمان الفرج وتيسير الجاسم. قبل أن تنتهي المباراة أخرج حسن كادش ودخل منصور الحربي. وسيكون المنتخب لقاء أمام كمبوديا في 14 من شهر يناير، أي السبت القادم ستقام المباراة بإذن الله، هي ثاني المباريات قبل أن يعود اللاعبون للمنافسات المحلية. فياض، أنت شايف التجربة هذه أو المعسكر هذا في هذا التوقيت مبرر بالنسبة للمدرب، سيستفيد من خلاله؟ يعني أتوقع، لأنه أنت العارف الآن الدوري يعني مستمر، وبالتالي هناك أسماء أو العناصر اللي بيعتمد عليها تحتاج إلى يعني مزيد من التجانس، وهناك طبعا مرحلة مهمة وهي مرحلة الدور الثاني بالنسبة لتصفيات كأس العالم، ولذلك هو مضطر أنه يعني بين فترة وأخرى يجري مثل هذه التجمعات والمباريات الودية بين اللاعبين، أولا لتقارب بين اللاعبين والتناغم، وفي نفس الوقت هو التعرف على أيضا عناصر أخرى بالنسبة للمرحلة، ومن خلال يعني مباريات الأندية يخرج ب يعني اكثر من عنصر، لاعبين شباب يمكن انه يعتمد عليهم في المستقبل.